المخرج الكبير الأستاذ خالد دلال. كما يسعدنا مشاركة لجان التحكيم لدورك هذا العام، ولنبدأ معكم بتكريم لجنة مشاهدة العروض. We are also pleased with the presence of the jury for this year's edition. And let's start by honoring the viewing committee. الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز. Professor Dr. أحمد عبد العزيز. رانيا إبراهيم.